نعم، تحياتي لك ولمشاهديكم ومتابعيكم. أستاذي، منذ البداية دولة الاحتلال الإسرائيلي حددت أهدافها لشان هذا العدوان والإجرام على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإحدى أهداف هذا العدوان الواضحة كانت هو تهجير شعبنا الفلسطيني خارج قطاع غزة، وحتى أن الكثير من المسؤولي حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي صرحوا ذلك علانة بتقليل عدد سكان قطاع غزة إلى أقل من 150 ألف نسمة، وهذا يقتضي إما أولا بالإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، أو بالتهجير هؤلاء السكان إلى خارج قطاع غزة. عندما بدأ هذا العدوان، بدأت قوات الاحتلال بتطبيق هذه الاستراتيجية وهذا الهدف بالتدريج، حيث أنها عندما هاجمت الشمال من قطاع غزة طلبت من أهالي الشمال وقامت بتهجير وبنزوح هؤلاء المواطنين إلى الوسط، وأدعت أن هذه الأماكن هي مناطق آمنة، وأن قيادة المقاومة والأسرى الإسرائيليين متواجدين في الشمال، وبالتالي قامت بتقطيع أوصال قطاع غزة وفصلت الشمال على الجنوب، وعملت بكل قوتها لنزوح شعبنا الفلسطيني إلى الوسط وإلى الجنوب. وفي ذات الوقت ماذا عملت؟ قامت في الشمال بالقيام بأنه يكون غير صالح للسكن، عندما هاجمت المستشفيات، عندما هاجمت مدارس الإيواء، عندما قامت بقطع كل المساعدات الإنسانية. سيدتي، شعبنا في قطاع غزة المتبقي منه القليل في الشمال وتحديدا في مدينة غزة يعاني الآن من العطش والجوع والتجويع ونقص في الأدوية ونقص في كل شيء، وبالتالي هذه الخطة استمرت إلى عندما انتقلوا إلى مهاجمة خان يونس، أيضا بنفس الادعاءات بوجود قيادة المقاومة في مدينة خان يونس، وأيضا وأيضا أنا آسف يمكن قطع نعم ولا يهمك سيد نعمان، تفضل. وأنه قامت بالجنوب، ومن ثم طلبت من أهالي خان يونس والمنطقة الوسطى إلى النزوح إلى مدينة رفح. الآن في مدينة رفح أكثر من 1,400,000 نسمة، هي مدينة صغيرة بالأساس وهي مكتظة أساسا في السكان. سيدتي، كل قطاع غزة أساسا مكتظ في السكان، وبالتالي عندما طلبت من معظم سكان قطاع غزة التوجه إلى رفح، هذا يعني، وطبعا بوجود حصار متواصل يعني على أيضا على رفح، هذا يعني يجبر السكان إلى الخيار بين خيارين، إما الخيار أنهم يبقوا في المدينة، وبالتالي عملية يعني استهدافهم من قبل الطائرات الإسرائيلية ومن قبل المدافع الإسرائيلية، وبالتالي القتل، وإما أن أكون بالتهجير ما يسمى بالتهجير الطوعي. وأيضا وهم متواجدين في قطاع في مدينة رفح، هم أيضا محاصرين حتى بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بتوسيع المساعدات الإنسانية لشعبنا في قطاع غزة. على العكس من ذلك، المساعدات الإنسانية قلت وحتى وصلت إلى أقل من 30 شاحنة في اليوم، والقطاع بالوضع الطبيعي يحتاج إلى أكثر من حوالي 1,000 شاحنة في اليوم من المساعدات. أقول عندما لم نستطع ولم تستطع هذه الدول والعالم أن يوقف هذه الدولة على إجرامها منذ البداية عندما قامت باستهداف المستشفيات ومراكز الأونروا ومدارس الأونروا، وعندما أيضا قامت بنزوح شعبنا الفلسطيني من الشمال، تمادت هذه الدولة في مدى جرائمها وانتقلت إلى الوسط، والآن بكل وضوح تقول أننا سنقوم
بمهاجمة مدينة رفح. وهنا السؤال سيد، ذلك في مدينة حتى لو كان ذلك في شهر رمضان المبارك، ما صرح جانس الذي يعتقد البعض أنه الوجه الجميل في هذه الحكومة المجرمة. وهنا السؤال، يعني هذا السيناريو كان متوقع وفي تحذيرات واليوم تتصاعد، لماذا تأتي هذه التحذيرات؟ لماذا يحذرونهم؟ يعرفون بأنه الوضع سيصل إلى هذه النقطة اليوم. هل من الممكن أن تشكل هذه التحذيرات هذا القلق، أن يكون هناك أي ضغط ما يمنع هذا السيناريو، أو أن السيناريو بات قاب قوسين أو أدنى؟ سيدتي، بالنسبة أولا، هو من يستطيع الضغط على 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 دولة الاحتلال؟ المشغل لهذه الدولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، عندما بكل وضوح الولايات المتحدة الأمريكية تصرح بأنه على دولة الاحتلال الإسرائيلي التقليل من استهداف السكان المدنيين، وإذا أرادت أن تواصل هجومها على مدينة رفح فعليها يعني إيجاد حل ما لهؤلاء المواطنين الفلسطينيين الموجودين في مدينة رفح، ولم تصرح ولو لمرة واحدة بمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقف الهجوم. يعني لماذا تطالب بدولة الاحتلال بالتقليل من استهداف المدنيين وهي تدرك تمام الإدراك أن هذا لا يمكن من الناحية الواقعية إلا إذا تم تهجير شعبنا الفلسطيني إلى خارج قطاع غزة؟ سيدتي، حتى الآن لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة لاستيعاب هؤلاء المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون بظروف مأساوية وظروف صعبة جدا. وعندما نقول عبر الإعلام ظروف مأساوية فهذا يعني تقليل يعني شيء بسيط مما هو على أرض الواقع. وبالتالي الولايات المتحدة لو أرادت ذلك لقامت بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها ابتداء على شعبنا الفلسطيني ومن ثم على مدينة رفح لوجود هذا العدد من المواطنين، ولأنها تدرك أنه لو تم أي هجوم على مدينة رفح، فعندما نتحدث الآن عن 100 و200 و300 شهيد، سوف نبقى نتحدث عن الألوف من الشهداء في يوميا. وهؤلاء ليسوا أرقام، كل شهيد من هؤلاء الشهداء لديه قصة ولديه حالة وهو يعني مواطن وهو إنسان. وبالتالي الولايات المتحدة على الإقليم وعلى تحديدا على الأخوة في جمهورية مصر العربية، عدم الاكتفاء يعني بالتحذير من خطورة ما ستقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي، عليهم الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الغرب وعلى كل من يستطيع وقف هذا العدوان على شعبنا في مدينة رفح أن يقوم بذلك وقبل فوات الأوان، لأن بكل صراحة ووضوح هذه الحكومة ماضية في مخططها في الإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني وفي عملية تهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة. وهذه ليست دعاية إعلامية، هذه حقيقة وواقع ومماثلة على العيان. جزيل الشكر لك سيد نعمان، اليوم من هم في فلسطين بشر وليسوا أرقام. جزيل الشكر لحضرتك من جنين. نعمان العابد، محلل سياسي ومستشار قانوني، شكرا جزيلا لك.